بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك، مجلس الخميس الثقافي، في هذه الليلة المباركة التي نستضيف فيها الدكتور أيمن العاني ليحدثنا بمحاضرة عن تفشي كورونا المستجد وما ينبغي معرفته عن هذا المرض، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتناول موضوع هو مرض جديد لم يعرفه العلماء من قبل، مرض تتكشف حقائقه كل ساعة تمر، حتى مو كل يوم. الرصد والبحث والمتابعة على قدم وساق في جميع المختبرات العالمية الكبرى لمعرفة أسرار هذا المرض وخباياه، وما حقيقة مدى خطورة هذا المرض. أيضا تتأتى خطورته في البداية من الجهل به، والناس أعداء لما جهلوا كما تعلمون. فهنا الجهل بهذا المرض هو الذي يخلق حالة من الذعر العالمي. لكن الحقيقة اليوم سنحاول أن نتناول هذا الموضوع بطرح علمي إن شاء الله، ولتجاوز أيضا الإشاعات والتخيلات وما يضاف على الروايات، وقد يزاد على الحقائق في أمور كثيرة نحاول اليوم أنه نتناولها بشكل سريع، وأوعدكم أنه إن شاء الله ماكو إطالة يعني في الموضوع. بالنسبة للمرض كيف بدأ؟ بدأ المرض في مدينة ووهان في الصين، هي في مدينة في وسط الصين، جغرافيا تقع في وسط الصين. بدأ المرض بحالات التهاب رئوي التفت إليها الأطباء في مدينة ووهان. هذه الحالات غريبة لتسارع أحداثها ومراحل تطورها، وكذلك منوال المريض في هذه الحالات، فلفتت الانتباه. فعكف الأطباء على دراسة هذه الحالات، وجدوا أن المسبب هو فيروس غريب لم يعرفه الأطباء من قبل، وبالنتيجة أصبحنا أمام أمر مجهول كما ذكرت، والتكهنات كثيرة، لكن الحقائق هي التي ينبغي أن تؤخذ حتى الإنسان يعلم ما، وحتى ما سيطرح اليوم هو قابل للتغير، لأنه هناك بيانات وتحاليل شغالة كما ذكرت أيضا، فهذه قد تغير المعلومات اللي سوف نطرحها اليوم. هذه طبعا صورة للصين، نلاحظ الأقاليم التي مصابة بهذا المرض أو شهدت أو سجلت أكثر الحالات. طبعا تتراوح من الوردي إلى الأحمر القاني إلى الأحمر القاتم إلى الأحمر المسود فالأسود، هذه كلها طبعا توزيع الحالات في الصين وهي مركز هذا المرض. وبالنتيجة طبعا كما تشاهدون أنه المرض في الوسط، في وسط الصين هو الأكثر، وفي الجانب الشرقي هو أكثر من الجانب الغربي من الصين. هنا الحقيقة البلدان والأقاليم والمناطق التي أبلغت عن حالات مؤكدة من مرض كورونا المستجد، والذي أصبح العلماء يطلقون عليه COVID-19 أو COVID-19. هذه المعلومات المذكورة في الصورة هي لغاية 25 شباط الحالي، لأنه حقيقة كل ساعة تتغير هذه الأرقام والمعلومات والأمور الأخرى
على سبيل المثال يوم 25 شباط مسجلة في العراق حالة واحدة، بينما اليوم لدينا 6 حالات مؤكدة في العراق، واحدة في بغداد وواحدة في النجف التي غادرت طبعا البلد، وهناك أيضا 4 حالات في كركوك. معدل الإصابة في هذا المرض لا يزال تحت الحد الذي يبعث إلى القلق الشديد. هنالك اليوم أكثر من 82,000 حالة مسجلة في الصورة 79,732، لكن حقيقة اليوم في العالم توجد أكثر من 82,000 حالة من هذا المرض، معظمها الأغلبية العظمى هي في الصين باعتبارها مركز هذا المرض. لكن المسألة التي تبعث إلى الأمل هو وجود أو أكثر من 40% من هذه الحالات تعافت ويعني خرج المرضى من المستشفى، وبالتالي يعني الأمر ليس كما يظنه البعض أنه يعني قرار بالقتل أو يعني death sentences، يعني زي ما بيقولوا أن واحد يصاب بهذا المرض. بالعموم نحكي عن كورونا، الفيروسات كورونا هي عائلة كبيرة حقيقة تحتوي على أعداد كثيرة من هذه الفيروسات، وهذه العائلة تتضمن فيروسات تصيب الإنسان بشكل عابر أو تصيبه بشكل حاد أو وخيم. فلماذا هو سمي كورونا فيروس؟ لأنه الحقيقة هذه على اليمين الصورة الحقيقية للفيروس، وعلى اليسار هو رسم توضيحي. نلاحظ أنه الفيروس هو مكور قد يتطاول قليلا أو يعني لكنه جسم مكور يحتوي على نتوءات كثيرة بارزة، هذا في الشكل العام. نأتي على الرسم التوضيحي للفيروس، هو عبارة عن مادة جينية. هذه يعني أقف عندها قليلا، genetic material، مادة جينية وليست يعني لا نستطيع هنا أن نتحدث عن خلنا نحكي أحياء مجهرية، هي ليست أحياء مجهرية، هي مادة جينية. الفيروس يعني بالعموم هي هذا يعني مادة جينية. هذه المادة الجينية تحيط بها envelope اللي هو الكبسولة أو الدرع للحفاظ على هذه المادة الجينية، وتظهر على هذا الدرع نتوءات كثيرة تشبه بتركيبها التاج، لذلك هي سميت الفيروسات التاجية أو الكورونا فيروس. كورونا طبعا الاسم اللاتيني للتاج، التاج بالانجليزي كراون، الاسم اللاتيني للتاج هو كورونا، فأخذت هذا الاسم لأنه أغلب المصطلحات العلمية الطبية حصرا هي مصطلحات لاتينية. طبعا لدينا هذه العائلة كما ذكرت الكورونا لديها تتضمن مختلف الفيروسات، فيروسات معتدلة الإصابة وفيروسات شديدة الإصابة. طبعا ما يهم الناس عموما هي شديدة الإصابة. فلدينا بال2003 هنالك السارز كوفي، وهو سيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم، اللي هي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة. هذه طبعا كانت
معدل الوفيات فيها ملحوظ، لكن دون المتلازمة الأخرى التي ظهرت سنة 2012. طبعا هذه المتلازمة الأولى سارس ظهرت في الصين أيضا. سنة 2012 ظهرت متلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط، Middle East Respiratory Syndrome. هذه طبعا كانت قليلة الانتشار، لكنها بمعدل الوفيات عالية نسبيا، وصلت الوفيات إلى 38%، بينما سارس لم تتعدى 10%. اليوم نتحدث طبعا المتلازمة الأولى سارس متأتية من السيفيد كاتس، هذه القطط البرية أو القطط المرقطة، أو يعني نوع من القطط حقيقة من السنوريات. وبالنسبة للميرز هذه اللي هي متلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط، كانت في السعودية، وبسبب انتقلت من الإبل إلى الإنسان. اليوم نحن أمام متلازمة كورونا المستجد 2019، وهو الكوفيد 19. الحيوان أو الناقل لهذا الفيروس غير معروف لحد اليوم، هنالك دراسات كثيرة على الموضوع لكنه غير معروف، وتظل نسبة الوفيات في هذا الفيروس قليلة نسبيا إذا ما قورنت بسابقاته. وطبعا وفي الصين النسبة أعلى بالنسبة للوفيات بطبيعة الحال، لأنه عدد الحالات أعلى. وتأتي إيران بالنسبة لعدد الوفيات هي النسبة الأعلى في العالم نسبة إلى عدد حالات الإصابة. انتقال المرض، الحقيقة قبل الانتقال نحكي عن موضوع كيف انتقل المرض من الحيوان إلى الإنسان. موضوع يشغل العلماء، لكن يتصورون هذه كلها، طبعا نحن نحكي probabilities، كل احتمالات، يعني لا شيء مثبت لحد اليوم، لكن نتحدث عن الأكثر إثباتا أو الأقرب إلى المثبت من الحقائق. العلماء سموا هذه الحركة انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان بالجمب، اللي هي القفزة. طبعا هذا التعبير يعني يتخلل معنى، هو أنه حصل هذا الانتقال عبر فضاء وليس يعني انتقالا مباشرا، بآلية تسمى التمدد، spill over، هي هكذا يعني. هي طبعا هذه يطول شرحها حقيقة، لكن هي آلية خاصة تنتقل بها الفيروسات من الحيوان إلى الإنسان، لكن تحتاج إلى عوامل مساعدة لهذا الانتقال. ما هي هذه العوامل المساعدة؟ هي الميوتيشن، طفرة الفيروسات بالعموم، مثل ما أنا يعني حكيت أنها ليست حية، كائنات ليست حية، لكن الطفرة تتخللها كثيرا، تتخلل حياة الفيروسات كثيرا الطفرة. فمع هذه الطفرة يحتاج إلى close contact، يعني طفرة وتواصل طويل الأمد مع الإنسان حتى يحدث هذا الانتقال. بالعموم طرق الانتقال لهذا المرض، التعرض المباشر للرذاذ، يعني هذه يفرق عن التعرض المباشر للهواء عموما،
أو يعني شخص بجنب شخص مصاب، إذا الشخص المصاب لم يسعل أو لم يعطس نسبة الإصابة تقريبا صفر. المسألة الأخرى المهمة في طرق الانتقال هو طرق الأسطح الملوثة، هذه الدروبلتس القطرات التي تحمل الفيروسز تسقط طبعا بطبيعة الحال على الأشياء اللي حول المريض، كان يكون الكرسي، كان يكون مقعد في الباص في الحافلة، كان يكون رحلة مدرسية، على الحنفية، على يعني المغسلة. فهذه الأسطح هذه الحقيقة مهمة جدا كطريقة انتقال للمرض. وجدوا أن هذا الفيروس يعيش على هذه الأسطح مدة أيام إن لم تعقم هذه الأسطح أو يتم تنظيفها. إضافة إلى ذلك من الطرق الانتقال الشائعة هو تناول اللحوم النيئة التي يعني طبعا في الصين هنالك تصور أنهم يعني خارج الطور البشري باستخدامهم لبعض المأكولات الخاصة بهم طبعا، لكن من يعرف الصينيين أو من يعرف الصين في الصين هنالك حمى للتنافس بين الناس للتحدي لأكل أمور غير يعني غير مطروقة أو غير لم يتناولها يعني من قبلهم من هذه الله. فلذلك نشوف يعني عفوا القطط والكلاب والفئران والأفاعي والباتس هذه الخفافيش تؤكل بشكل طبيعي جدا. احنا ما نحكي عن هذه صارت يعني شائعة في الصين، لكن من الأكلات الغريبة يتحدث لي أحد الأطباء حقيقة يقول أنه صح يعني وجبة تكلف 6,000 دولار اليوم في الصين، شو هذه الوجبة؟ ما هذه الوجبة؟ طفل عمره في بطن أمه 3 أشهر أو 4 أشهر يستخرج من أو يعني في حضانات أو يعني مسألة يعني circulated يعني شغلة مرتبة وهيجي وهذول ينتجون أطفال وهذول يطبخوهم وهذول يأكلون بشكل يعني ما تصور يعني لم يتصوره، هي بسبب هذه الحمى حقيقة يعني كالتحدي كل مرة يصعد الرينج مالته. الفئات الأكثر عرضة للتعرض بالمرض هم العاملون في بيع الحيوانات، ذو الشخص المصاب بطبيعة الحال، الكوادر الطبية المعالجة. إضافة إلى ذلك طبعا المرض لا يستثني أحدا، يصيب كبار السن ويصيب الشباب ويصيب الأطفال ويصيب النساء ويصيب الرجال، لكن الأكثر تأثرا بهذا المرض هم كبار السن، ضعيفو المناعة، من لهم مشاكل في الجهاز التنفسي، من لهم مشاكل صحية عامة قبل الإصابة، فهذا يكون جهاز المناعي بطبيعة الحال يعني أضعف من الجهاز المناعي للشخص يعني الذي ليس لديه مشاكل بالموضوع. أعراض هذا المرض تختلف من متوسطة إلى حادة أو وخيمة، يعني طبعا الحادة هي الأكيوت والوخيمة هي السيفير. الأعراض يعني المتوسطة أو المعتدلة هي الأعراض التي تصيب أغلب الحالات، يعني نجي هنا نفصل هذا الأمر. نسبة الحالات الصعبة بالنسبة لنسبة الحالات المثبتة هي لا تتجاوز يعني 18%
في يعني في أكثر الحالات صعوبة. فلذلك عندنا يعني يعني تكون الحالات المتوسطة هي الشائعة، وهذا سبب انتشار المرض الكبير. يعني الانتشار بالعموم لأنه الحالات طبيعية أو معتدلة، فيظن الإنسان أنه إنفلونزا عادية فيتنقل بين الناس ويروح ويرجع وكذا، الناس يعني تستقبله أو ما وما لا توجد ضرورة حقيقة لمراجعة المستشفى. فهو يكون المشكلة يكون سبب للنقل، وهذه يعني أيضا إن شاء الله إذا صار وقت يعني نحكي فيها بشكل أوسع. معدل الوفيات مجهول حقيقة، لا يزال مجهولا، لكن بالعموم أغلب المرضى يصابون بالحمى، يصابون بالسعال، ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس أيضا. طبعا هذا الضيق في التنفس والصعوبة بالتنفس هو العلامة الالارمينج، يعني اللي تبعث إلى القلق، اللي تخلي الإنسان يتحرك، اللي تخلي الإنسان يطلب المساعدة الطبية، هو الضيق النفس والصعوبة في التنفس. كذلك وجدوا أنه المرض يسبب إسهالا ويسبب يعني تقيؤ، لكن الحالات هذه ليست كثيرة. وهو أيضا من طرق انتقال هذا المرض، باعتبار أنه الخروج في عند الإسهال سيسبب انتقال للمرض في الأسطح وكذلك التقيؤ. سبب الوفاة في المرض هو التهاب الرئوي الحاد أو الفشل الكلوي. التشخيص، طبعا هذا المرض يعني جديد، المعلومات التي يعني متوفرة حقيقة قليلة جدا، لكن هنالك فحص مختبري لهذا المرض. الفحص هو فحص للدم وبحث عن بصمات جينية لهذا الفيروس، ولديه طبعا بصمة جينية خاصة يتم التوصل إليها في تحليل يدعى يعني طبيا PCR، وهو Polymerase Chain Reaction. العلاج، العلاج يعني لا يوجد حقيقة علاج خاص بهذا المرض، لأنه أصلا هو مرض فيروس يعني فيروسي، فيكون العلاج عرضي للأعراض. نتناول هنا مسألة السيمتوماتيك تريتمنت، هي العلاج حسب العرض. تزداد درجة الحرارة نعطيه خافض حرارة، يصيب إسهال عفوا نعطيه سوائل، كذلك ضيق التنفس يعطى أكسجين مكثف أو يعني كونستريتد أكسجين. فالعلاج الرئيسي الجذري لهذا المرض غير معروف، وطبعا لا يزال اللقاح يعني العلاج واللقاح تحت البحث والتطوير. طبعا هنا مسألة اللقاح تأخذنا إلى موضوع، هل هو تفشي للمرض أم هو وباء؟ هذا هو يعني المسألة الفارقة. الوقاية بطبيعة الحال هو طبعا يعني مرض ينتقل من الإنسان إلى آخر، فتجنب الاختلاط أو المخالطة مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية. أي شخص اليوم يعني يعاني من عدوى تنفسية أو يعاني من السعال الشديد أو الأعراض الشديدة، فهنا يجب تجنب بغض النظر هل هو مصاب بالفيروس المستحدث أو المستجد أو غير مصاب. إحنا هذا
يعني ذيك مسار طويل. رفع مستوى النظافة الشخصية، يعني غسل اليدين بشكل جيد، النظافة الشخصية، نظافة الجسم، طبعا استخدام المناديل الورقية أو المناديل بشكل عام. عند العطس أو السعال ينبغي أن نستخدم المناديل هذه ونتخلص منها حال الانتهاء، وإذا لم يعني تعذر وجود المناديل فالأفضل أنه الإنسان يعطس هكذا وليس على يعني ليس على يديه، وإنما على الكوع أو على الساعد، باعتبار أنه هذه مرح لا يسلم على أحد بها ولا لا تكون يعني. أما مسألة استخدام الكمامات هنا حقيقة يعني الشائع، الخطأ الشائع بين العامة من الناس أن الكمامات هي تقيك الإصابة، طبعا هذا على مستوى عالي جدا. يعني الكمامات العادية هاي اللي نشوفها أو البسيطة أو المتوسطة حتى doesn't work، ما تشتغل هذه، هذه لا تعمل، بل هذه تسبب المرض، لأنه الحركة الدائمة الإنسان راح يسويها من يلبس الكمامة هو أنه راح يعدل الكمامة، بالنتيجة راح يضطر أنه يلامس الوجه ويلامس العين ويلامس وهذه طبعا يصير يعني مسألة يعني ترسب المرض هذه. لكن هنالك فقط نوع اللي هو N95، كمامة N95 هي اللي تشتغل، لكن لو تشوفها تقول هذه يعني خلي اتركها احسن، لانه اصلا تمنع الهواء من الدخول باعتبار هي مرشح لاكثر من 97% من الجزيئات الهوائيه حتى تقلل من وبالنتيجه هذا ليس يعني مو عملي هذا الموضوع، فالابتعاد عنها اولى. لكن من الذي يجب ان يرتدي الكمامه؟ هو المريض نفسه حتى لا ينقل العدوى إلى الآخرين، المرافقون أو الأقرباء لهذا المريض اللي تشوفه والكونتاكت وياه قريب، وكذلك الأطباء أو من هم داخل المشافي، لأنه بطبيعة الحال هذولا طبعا راح يعرفون شلون يستخدموها وهم مدربون على استخدامها وكيف التعامل معها وكيف أصلا توضع. بالعموم هذه من الوقاية. المحافظة على العادات الصحية، ما هي العادات الصحية؟ هو النوم المبكر، عدم السهر، هو الأكل الجيد، هو ممارسة الرياضة، هو تنشيط الدورة الدموية، هو يعني استنشاق الهواء النقي. لذلك حقيقة هو مع فصل الصيف تقل نسبة الإصابة بالفيروسات عموماً. لماذا؟ لأنه الفنتليشن، تهوية تزيد. معلومة أخرى هي أنه هذا المرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي اللي هو الرئة. الجهاز التنفسي العلوي هو المجاري الهوائية والبلعوم والقصبة الهوائية، يعني الجزء الأعلى من القصبة الهوائية. الجزء السفلي هو الرئتين، فهنا أيضا هذا سبب للخطورة. لماذا؟ لأنه الذي يصيب الجهاز التنفسي العلوي هو أكثر عرضة لنقل الإصابة للآخرين، بينما الجهاز التنفسي أو الرئتين مثلا السارز شفنا أنه موضوع انتشاره ضيق لأنه هو في الرئتين فقط، صعب يطلع وصعب ينتقل إلى شخص آخر، بينما هذا على العكس من ذلك. الأمر الآخر أنه فترة الحضانة، مدة الحضانة لهذا الفيروس يعني قد تصل إلى 27 يوما،
هذه مدة طويلة جدا، هذه يعني بالحسابات الطبية هذه يعني أنت أولا ما تستطيع أن تحجر على شخص تظن أنه مريض مدة شهر كامل، بنفس الوقت هو هذا ضروري اليوم لأنه وجدت يعني الدراسات تكشفت عن أن هنالك مرضى أصيبوا بعد مرور أكثر من 25 أو 26 يوما على التعرض للإصابة. طبعا المعلومات كثيرة حقيقة، ولكن يعني شكرا على الإصغاء. هذا الأمر طبعا مهم جدا أنه الإنسان يتناول بشكل عملي الحقيقة ثم الحقيقة ثم الحقيقة، يعني الأوهام والإشاعات الإنسان يجب أن يبتعد عنها. ولحد اليوم هذا المرض ليس وباء، هو تفشي، وللوباء شروطه، ولم يصل هذا المرض إلى حد هذه اللحظة مع الانتشار الكبير الذي يعني بأكثر من 31 دولة، لكن مع ذلك هو شكرا مرة ثانية على الإصغاء وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله في مجالس مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.